صراحه من بعد ما جلسنا 3 شهور يعني في الدار يعني في الحجر الصحي كاينه صعوبه باش انك زعما تنقل وكذا، وانت ما عارفين يعني لهذا الوباء هذا خطير جدا سيغتو انه سريع الانتشار. وثاني حاجه انني ما غاديش ندوز لكم جي حيتاش يلا ساليت الامتحان ديال باك ليبر هذا النهار نيت، وعندي امتحانات في لافاك يعني خاصني نوجد ليهم يعني حيتاش ديجا قريب ليا المده ما بقاش بزاف شهر 9 يعني هذا هو الوقت اللي ما كاينش زعما ماشي فرصه باش انني نسافر. تنبغي نخرج علاش لا ان شاء الله ناوي نخرجوا نتمنى. كنت كان عندي واحد الفكره بان غنهبط للشمال وتنشوف هاد الكورونا حبست علينا بزاف ديال الحوايج، وسمعنا بان كاين واحد سميتو واحد السياحه داخليه ولكن ما عرفناش واش غتجي من بعد من بعد العيد الكبير ان شاء الله. الله يدخلوا عليكم الصحه والعافيه ان شاء الله. الكونجي ديال الكورونا غندوزو هنا غيجي ولادي عندي يعيدوا معايا. في حتى علاش الوقت ما مساعداش وكاينه ازمه في البلاد، هذا باش ندوزو لا كونجي لا والو يلاه نحاولوا شريناه بالزز هادشي اللي عطا الله. وهاد الكونفينمون انا دابا كندوزو غير في دارنا يعني ما مشيت حتى بلاصه وباقا ما خرجت حتى بلاصه يعني حاليا غير الدار وما عندي اصلا فين نمشي يعني مادام باقي هاد الكونفينمون باقي ما تحدش يعني راني باقا غير في دارنا. هاد العام اخويا اش غنقول لك ناوي ندوزو في الدار مع الكورونا راه ما كاين لا كونجي لا والو. ها وكورونا فهمتيني ازمه كاينه ازمه فهمتي كاينه ازمه في البلاد. نعم اسيدي في البلاد. غتمشي تسافر للبلاد؟ نعم سيدي. واش باش بغيت تقول للناس على نعم هادشي اللي كيبان لك ديال من بعد ملي خفوا الحجر الصحي؟ نقول لهم الله يهديكم على نفوسكم، هادشي اللي تيديروا هاد الناس راه في صالحكم. ديروا كمامتكم، حفظوا نفوسكم، حفظوا اللي معاكم، حفظوا عائلاتكم ولادكم، والله يهدينا ويرفع علينا هاد البلاء. كاع ما نخرجوا وما ناكلوش الماكله ديال الزنقه ونبقاو في المنزل ديالنا. انا من ذاك النوع اللي كندوز الكونجي ما كذبش عليك خويا كندوزوها في النواحي ديال الشمال. صراحه بور المومون مازال ما ديسيديتش زعما شي ديستيناسيون محدده، ولكن نورمالمون فور بوسيبل الجنوب اكادير امسوان تغازوت، حيت دو فاسون ما عندنا فين نمشيو بو با ديباسي التريتوار ديال المغرب. اون فا اون بروفيتي في بلادنا هذا العام هذا ويحن الله بوغ لي زاني كي فيان.